بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أهلا بكم أيها الأحبة في لقاء جديد، نسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم جميعا وأن يحفظكم بحفظه. أيها الأحبة، اليوم إن شاء الله عز وجل نتكلم عن حق من حقوق المرأة المطلقة، ولكن هذا الحق اندرج عند الناس أنه حق واجب للمرأة على الزوج، ولكن في الحقيقة هناك حالات لا تستحق فيها المرأة المطلقة هذا الحق، ألا وهو حق المتعة. وضع القانون المصري 4 شروط لكي تستحق المرأة حق المتعة. من ضمن هذه الشروط أن تكون هناك علاقة صحيحة، أي علاقة زوجية صحيحة بدخول شرعي صحيح بين الزوجين. ثانيا أن يقع الطلاق بين الزوجين، سواء كان هذا الطلاق طلاق بائن أو طلاق رجعي. رجعي بمعنى أنه هو يقدر يرجعها خلال العدة، وبائن سواء كان بينونة كبرى أو بينونة صغرى أنه لا يستطيع أن يرجع إليها أو أن يرجعها إليه إلا بعقد جديد ومهر جديد. ثالثا، اشترط القانون المصري أن يكون الطلاق قد وقع بغير رضا، سواء كان هذا الرضا صريح أو ضمني من الزوجة. وطبعا الرضا ده بيستخلص من ظروف الدعوة أو ظروف الخلاف أو الشهود أو ما شابه ذلك، وهذا أمر يستقل به قاضي الموضوع. رابعا، ألا تكون الزوجة سببا في حدوث هذا الطلاق، ألا يكون الطلاق قد وقع بين الزوجين بسبب يرجع إلى الزوجة، يعني تكون هي المتسببة في الطلاق. تعال معي نقرأ نص المادة الذي يتحدث عن هذا الحق. تنص المادة 18 مقرر وتقول: الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة. يبقى مفيش حاجة اسمها نفقة متعة، هي اسمها حق المتعة. متعة تقدر بنفقة 2 سنين على الأقل، وبمراعاة حال المطلق يسرا وعسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية، ويجوز أن يرخص أو أن يرخص للمطلق في سداد هذه المتعة على أقساط. على أقساط. يبقى أحيانا يتم، ودي بقى الحتة اللي أنا عايز أكلمك فيها، يتم الطلاق غيابيا ومع ذلك لا تستحق المطلقة حق المتعة. لماذا؟ لأن الطلاق راجع إلى سبب من قبلها أو كان برضاها، سواء كان هذا الرضا رضاء ضمني أو رضاء صريح. واجبك أنت كمحامي لو جالك زوج يتحدث معك أنه طلق زوجته غيابيا، لابد أن تحاول أن تثبت أن الطلاق قد وقع بسبب من قبلها أو برضاها، سواء هذا الرضاء كان ضمني أو كان صريح. تثبته إزاي؟ أنت بتطلب إحالة الدعوة إلى التحقيق لكي يثبت الزوج بكافة الطرق القانونية أن هذا الطلاق قد وقع بسبب من قبل الزوجة أو برضاها، سواء كان ضمني أو صريح. كأن تقول الزوجة للزوج: طلقني، أنا عايز أتطلق منك، احنا لازم نتطلق. طبعا لو حدث هذا امام شهود فانت بتجيب الشهود، 2 شهود، شهود اثبات، وبتقدم بطايقهم للقاضي، القاضي بيتحقق من شخصيتهم، وبعد ذلك يسمع اقوالهم. اقوالهم دي بتدون وتكتب في محضر الجلسة، وبعد ذلك عندما يتم اعادة القضية الى المرافعة مرة اخرى بيتم مناقشة اقوال هذه الشهود امام قاضي الموضوع، او عندما ترفع او عندما تعاد الجلسه الى ايه، او القضيه الى المرافعه. تمام. فالشاهد ان مش كل طلاق غيابي تستحق بسببه المطلقه المتعه. طب احنا عارفين ان الزوجه التي طلقت على الابراء بيتم ابراء الزوج من حق المتعه ومن نفقه العده ومن مؤخر الصداق، او على ما يتفقون ايه، على ما يتفقون عليه. يبقى اللي عايزين ناكد عليه ان مش كل طلاق غيابي تستحق علشانه او بسببه المرأة حق المتعة، لا،
حق المتعة له ظروف معينة لازم تكون الزوجة، لأن هو جبرا لخاطر الزوجة لازم تكون الزوجة طلقت عنوة، طلقت غصب عنها، هي مش عايزة تتطلق، هي عايزة تعيش، هي ما افتعلتش مشاكل، ما فيش كذب، ما فيش تدليس، ما فيش خيانة، هي عايزة تعيش. فالزوج منه لنفسه كده راح طلقها، لا هنا بقى جبرا لخاطر هذه المرأة استحقت المرأة المتعة. أما لو المرأة هي اللي عايزة تتطلق وهي اللي تطلب الطلاق وهي اللي بتدفع الزوج دفعا إلى طلاقها، فهنا إذا استطعت أن تثبت كل ذلك فلا تستحق المرأة حق المتعة. الأمر الثاني إن ناس كتير تقول لك إن المتعة دي أقل حاجة سنتين وأقصى حاجة 5 سنين، لا، المتعة ليس لها سقف، ليس لها حد أقصى، ليها حد أدنى اللي هو 2 سنين، لكن حد أقصى لا، ملهاش حد إيه؟ ملهاش حد أقصى. وربنا يوفقنا جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.